السلام عليكم ورحمه الله، مساكم الله بالخير والعافيه والبركه. اليوم مثل ما تشوفون عندي شربه كلش حلوه، 200 زوج احذيه نايك، الزوج بخمس دولارات. طبعا هاي البضاعه كلها هي بس هاي وهذا الكرتون، قياسات مختلطه وموديلات مختلطه، قياسات تبدي من 36 الى 44، يعني تلبس الرجالي والنسائي، تلبس كل شيء، شبابيه تعتبر. خلينا نشوفكم البضاعه ونشوفكم الجوده مالتها. بسم الله. طبعا القطع روعه. جان زي شينسو القطع روعه، الجوده مالته صراحه جيد جدا، مو جوده عاليه، لان الجوده العاليه يصير بعد اقوى من هذا، لكن هذا جيده جدا. مثل ما تشوفون الموديلات مالته روعه، والوزن مال البضاعه خفيف وحلوه، بضاعه كلش حلوه ومرتبه، وسعرها بخمس دولارات. طبعا عندنا شحن الى اغلب دول العالم، لكن بالنسبه لهاي البضاعه بعض الدول ممكن وبعض الدول ما ممكن. يعني تقريبا الدول اللي راح اعددها: العراق، سوريا، لبنان، اليمن، ليبيا، الامارات، وبعد عندنا بعض الدول اللي ممكن تدخل لها هاي البضاعه. خلينا نشوفكم تصوير قريب للبضاعه. خلاص الجوده مال البضاعه الشراقي. طبعا الداخل مالتها الستيكر، يعني اكو مكتوب عليه made in فيتنام واكو مكتوب عليه made in China، مو سوى. انت من تبيعها اكيد بضاعة صينية هي هذه، فانت ايضا تبيعها صيني مثل ما جاي سواني، بيعها صيني لكن بضاعة اقول جودة عالية، جودة جيدة، العفو مو جودة عالية، لان الجودة العالية اكو قطع اقوى منها، اقوى من هاي بهواي. مرات أنا حصلها بيها بستة ونص بسبعة دولار، بس هاي الفترة ما عندي، هاي الفترة يعني هاي بصعوبة حصلتها، لأن هاي هم عندنا بيها هنا شوية مزعج. طبعا هنا أنا هم مكتوب عليه لما تشوفه وهاي القطعة روعة صراحة. هي هاي البضاعة كلها مثل ما تشوفون 200 زوج فقط، هذا المفتوح، وهذا عندنا كارتون هنا التغليف مالته والكراتين. البضاعة حلوة ومرتبة، شايفين ألف خير إن شاء الله. مع السلامة.